ومرحبا بجميع مشاهدينا الكرام مرة أخرى، نشرة إخبارية جديدة والبداية مع العناوين. مجلس النواب يخفخ بالتصويت على وزير الدفاع وانسحابات بعد عرض الفياض. مسرور بازاني للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كردستان بيتكم وملاذكم الآمن. خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية لم يلغي الرواتب التقاعدية للنواب. وفي شنغال أوضاع إنسانية وأمنية سيئة وحديث عن هجرة عكسية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أخفق مجلس النواب العراقي مجددا بالتصويت على وزير الداخلية فالح الفياض ووزير الدفاع فيصل الجربة بسبب احتدام الخلاف حولهما. وأبلغ مصدر نيابي أنه لم تحصل الموافقة على الجربة كوزير للدفاع بعد عرضه على التصويت، فيما انسحب نواب تحالف الإصلاح من الجلسة عقب عرض الفياض كمرشح لوزارة الداخلية، ليتم إرجاء عرضه على التصويت إلى الجلسة المقبلة. وصوت مجلس النواب على تسمية شيماء خليل علي الحيالي وزيرة للتربية والتعليم، ونوفل بهاء موسى وزيرا للهجرة والمهاجرين. ودعا الحلبوسي رئيس الحكومة لاستبدال مرشح وزارة الدفاع بعد أن فشل بالحصول على تصويت النواب، وأعلن أنه سيتم تأجيل التصويت على الوزارات الثلاثة المتبقية للجلسة القادمة بمن فيهم وزير العدل بسبب وجود مفاوضات بهذا الشأن. قال رئيس أو وجه رئيس وزراء إقليم كردستان شرفان بارزاني تهنئة بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، جاء فيها: بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، نهنئ جميع الأخوات والإخوة المسيحيين في كردستان والعالم أجمع، ونأمل لهم عيدا حافلا بالأمان والسلام، وأن يكون هذا العيد مبعث خير وسرور وسلم للإنسانية جمعاء. يحل علينا عيد ميلاد السيد المسيح هذه السنة أيضا، بينما وللأسف يعيش عدد كبير من أخواتنا وإخواننا المسيحيين حياة النزوح ولم يتمكنوا بعد من العودة إلى ديارهم. نأمل أن تحل علينا الأعياد والمناسبات القادمة وقد عادوا عزة إلى مناطقهم، وقد عم الأمان والاستقرار والطمأنينة العراق والمنطقة والعالم كله. وفي هذا العيد المبارك نجدد التأكيد على ثقافة عريقة هي ثقافة التعايش والتسامح والسلم بين أديان وقوميات كردستان، وعلى الروح والرسالة الإنسانية للمسيحية والأديان الأخرى، ونشدد على حماية هذه الثقافة التي تمثل جزءا هاما وبارزا وثريا ومحفل فخر لمكونات كردستان. قال مستشار مجلس أمن إقليم كردستان مسرور بازاني الاثنين إن إقليم كردستان مركز للتعايش السلمي بين الأديان والقوميات. وجاء تعليقات بازاني في رسالة تهنئة وجهها للمسيحيين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وقال بارزاني: بمناسبة حلول عيد ميلاد السيد المسيح، نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى كافة الأخوات والإخوة المسيحيين في كردستان والعراق والعالم، متمنين لهم عيدا مليئا بالبهجة والسعادة. وتابع بارزاني: لقد كانت كردستان مركزا للتعايش السلمي بين الأديان والقوميات، إلى جانب ذلك أصبحت المأوى والبيت الآمن لجميع من لجأوا إليها نتيجة الظلم والاستبداد دون تفرقة. وعبر بارزاني عن أمله في أن يعم السلم والاستقرار جميع أرجاء المنطقة لتمهيد وتهيئة الأرضية الملائمة للتقدم والعمران، كما أمل أن تنتهي المآسي الأليمة التي طالت مناطق المسيحيين خلال السنوات الماضية. هذا ويستعد مسيحيو سهل نينوى لاستقبال عيد ميلاد المسيح في القوش، حيث تزينت شوارع القضاء بالملصقات ابتهاجا بالعيد. من جهتها قالت مديرة ناحية القوش لارا زرا في تصريح لزاغروس إن العيد هذا العام مختلف عن الأعياد السابقة بسبب عودة النازحين المسيحيين إلى مناطقهم.
هناك تحضيرات للعيد، أكيد هناك تزيينات في معظم شوارع القوش للأشجار، الأشجار الكريسماس والكنيسة والشباب. شوف هناك فرحة العيد في وجوه الكثير، لكن هذه الفرحة تبقى خجولة لكون هناك معظم أهالينا غير مستقرين في بيوتهم. أكيد أتمنى أنه هاي الفرحة تعم في وتدخل في بيوت الجميع، وأتمنى عام خير وسلام ومحبة على الجميع، في جميع المسيحيين وجميع المكونين اللي عايشة في سهل نينوى وفي كردستان خصوصا وفي العراق عموما وفي العالم أجمع. نتأمل العام الجديد أنه يكون أكو بعض التغييرات. هذه السنة صار بعض التغييرات أكيد، اللي هي عودة معظم النازحين إلى مناطقهم المحررة في سهل نينوى، لكن ما زالت الآمال يعني ما تحققت كلها، واللي هي أنه النازحين اللي عادوا ما زالوا غير مستقرين، ما زالت معظمهم بيوتهم غير مؤهلة للسكن، ما زال هناك عدد كثير من بناتنا وأطفالنا من الأخوة الإيزيدية في قبضة تنظيم داعش وغير محررين. فهذه الأمور كلها بعدها معلقة، لذلك أنا بنظري ما زال العيد والعام الجديد غير مكتمل لهذه العام، فنتأمل في العام الجديد أنه يصير الاستقرار للنازحين وعودة المخطوفين والمخطوفات من الأخوة الإيزيدين إلى بيوتهم سالمين ومكرمين والعيش بكرامة. أكيد هذا بالنسبة لي راح يكون عيد. يحتفل المسيحيون اليوم بعيد الميلاد المجيد للسيد المسيح في العراق وأقليم كردستان والعالم، حيث تبدأ المراسم ليلة الرابع والعشرين على 25، وذلك بإقامة القداديس في الكنائس إلى وقت متأخر من الليل، حيث يحتفل المسيحيون في كردستان أعيادهم في أجواء من التآخي والتعايش السلمي بين باقي المكونات. وحول هذا الموضوع وكيفية أجواء هذا العيد ينضم إلي من أربيل ضياء الحمداني من أربيل وشيار محمد من السليمانية. مساء الخير. مرحبا ضياء. مساء الخير ضياء. هل يمكنك أن تحدثنا عن الأجواء بمناسبة عيد المسيح المجيد من داخل أربيل؟ نعم. بالفعل شيلان، يعني منذ السابعة والنصف بدأ القداس هنا في كنيسة أم النور للسريان الأرثوذكس، بدأ نعم. القداس وتوافد عدد كبير من الأخوة المسيحيين الاحتفال بهذا اليوم في هذه الليلة، ليلة 25 من كانون الأول، وهو مناسبة مقدسة لدى الأخوة المسيحيين. خصوصية هذا اليوم كما حدثونا الأخوة الذين توافدوا إلى هذا المكان أنه يعتبر الاحتفال الأول بأعياد الميلاد بعد هزيمة تنظيم داعش وتحرير مناطق سهل نينوى ومناطق الكثير من الأخوة المسيحيين الذين نزحوا إلى أربيل وجدوا فيها واحة الأمان، كما هي الحال لبقية الناس المهجرين والنازحين الذين اتخذوا من إقليم كردستان ملاذا آمنا بفضل الكثير من الأشياء التي وفرت لهم في هذه المنطقة. طبعا هذا القداس في هذه الكنيسة، هناك نحن الآن بالضبط في منطقة عينكا وذات الغالبية المسيحية، هناك العديد من الطقوس المرتبطة بهذا المناسبة في هذه الكنيسة وكنائس أخرى موجودة في المنطقة، إضافة إلى كنائس العديد من الكنائس الموجودة على أماكن تواجد هؤلاء في يعني كما ذكرتم في سليماني وفي أربيل وفي دهوك، كذلك المناطق القريبة من قريبة من سهل نينوى، وهذه المناطق أيضا يحتفل فيها في هذه الكنائس بهذه المناسبة. ويعني هناك أمل بالنسبة للأخوة المسيحيين بالعودة، خصوصا النازحين من مناطق سينا وبالعودة إلى مناطقهم بعد إعادة إعمارها، هذه الإعادة التي لا زالت لحد الآن كما يقولون يعني عجلة الإعمار بطيئة جدا لا تتناسب مع تطلعاتهم في العودة لحد الآن، لكنهم في هذه الفترة باقون في إقليم كردستان بفضل الرعاية والتكريم والاحتضان التي وفرت لهم من قبل حكومة إقليم كردستان منذ بدء النزوح في عام 2014 ولحد هذا اليوم. نعم شيلان. نعم ضياء، كما علمنا أنه الهجمات على المسيحيين أو في وقت هجمات داعش في سهل نينوى أو في مناطق أخرى كانت، وفي إقليم كردستان أيضا كانت تختلف الأجواء، تختلف أجواء آمنة والتعايش السلمي. صف لنا ما هي الأجواء في كردستان وفي أربيل. نعم
نعم. طبعا شيلان كما تعلمون يعلم الأخوة المشاهدون بأن إقليم كردستان قد يعني قرر ومنذ سنوات أن تكون أن يكون 25 من كانون الأول عطلة رسمية يحتفل بها سنويا. هذا الأمر لم يكن موجودا في بقية مناطق العراق، لربما في هذه السنة صدر قبل ساعات قرار باعتبار يوم 25 عطلة رسمية، لكن كردستان كان سباقة في اعتبار هذا اليوم هو يوم عطلة بالنسبة لاحتفال بالنسبة في عموم إقليم كردستان. كذلك صدرت اليوم تعليمات في بالنسبة ليوم 30 والحادي والثلاثين والأول من كانون الأول باعتبارها عطلة رسمية لثلاث أيام إضافة لهذا اليوم. هذا يعطينا صورة إلى مقدار الرعاية التي يحظى بها يعني المسيحيون وكذلك كافة الأقليات الموجودة في إقليم كردستان من حياة أو واقع التعايش الموجود الذي لمسه جميع من زار إقليم كردستان في يعني منذ بدء النزوح. تحديدا هذا الأمر لمس على عن قرب بالنسبة لمن زار إقليم كردستان ومن اضطرت الظروف للعيش في إقليم كردستان. نعم، شكرا ضياء لانضمامك إلينا. نعم، عندي سؤال أخير، العفو ضياء، حدثنا عن الطقوس التي تجري حاليا أو تقام حاليا في داخل الكنائس وأيضا في البيوت بهذه المناسبة. نعم طبعا الكنائس هذه يعني انا في خلفيه الصوره يمكن انه هناك الكاميرا تنقل لكم الصوره واضحه بالنسبه لما يجري في داخل هذا القداس. هناك اكتظاظ، هناك تواجد كبير في هذه الكنيسه وهي كما ذكرنا واحده من يعني العديد من الكنائس الموجوده في المنطقه. هناك يعني توافد كبير في هذا المكان. هناك ايضا سيقام القداس سيستمر الى حتى صباح الغد لان العدد الكبير الذي توافد الى هذه الاماكن لربما لا يتسع للجميع. سيكون هناك حسب ما علمت سيكون هناك استكمال، هناك قداسات اخرى صباح الغد ستكمل احتفالات في صباح الغد، مما يحيي يعني الصوره التي عهدت عن اقليم كردستان في احتضان الاقليات وتوفير المناخ الامن لممارسه الطقوس والعبادات وضمان حريه هذه المكونات في ممارسه الطقوس وشعائرها حسب يعني حسب ما تراه مناسبا. نعم ضياء، ننتقل الان الى دهوك مع مراسلنا غسان خضر لينقل لنا الصوره والاحتفالات. نعم غسان، مرحبا بك غسان. غسان صف لي المشاهد التي تراها الآن بمناسبة عيد ميلاد المجيد للسيد المسيح. نعم نعم شيلان، بداية مرحبا بك وكل عام وأنتم بخير. نحن الآن متواجدون في كنيسة مارث إير آلا وهي واحدة من 9 كنائس موجودة هنا في مركز مدينة دهوك. قبل كل ذلك شيلان اسمحي لي أن أعطيك ربما يعني إحصائية عن عدد المسيحيين هنا في دهوك. عدد المسيحيين في دهوك هو 60,000 ومجموع سكان دهوك هو 1,250,000، أي أن هناك 5% من نسبة السكان في دهوك هم من المسيحيين. بالإضافة إلى الكنائس الموجودة هنا في داخل مدينة دهوك يوجد هناك يعني كنائس، مثلا 3 كنائس في زاخو، كنيسة في سرسنج، كنيسة في شيرادزي، كنيستين في عقرة، وأيضا كنيسة في بيساري. وبالتالي مجموع الكنائس في دهوك وفي الأقضية السبع لدهوك تقريبا تقترب من حاجز 20 كنيسة، بالإضافة إلى كنائس أخرى متوزعة في القرى. نحن الآن أمام هذه هي الكنيسة، كنيسة مارث إيرث آلا، وهي إحدى الكنائس الكبيرة هنا في مركز مدينة دهوك، هي يعني ممتلئة بالمصلين للاحتفال بعيد الميلاد لهذا اليوم. طبعا كما تعلمين حسب الطقوس يعني يمنع الدخول والتصوير داخل الكنائس، وبالتالي نحن الآن متواجدون في باحة هذه الكنيسة. درجة الحرارة منخفضة جدا كما تشاهدين هي 6%. يعني وضع المسيحيين هنا في دهوك يعني هو وضع جيد. يعني سألنا أحد المعني بشؤون المسيحية هل هناك نسبة لتناقص عدد المسيحيين هنا في دهوك، قال بأن النسبة يعني هي تقريبا ثابتة إلى حد ما، لا توجد هجرة إلى الخارج. على العكس يعني هناك هجرة من باقي محافظات العراق إلى هنا إلى دهوك. يعني مدينة يعني دهوك يعني في الحقيقة لها ميزة خاصة مثلا عن السليمانية أو ربما عن أربيل، لأنها يعني تحتوي المسيحيين. حتى مدينة دهوك مركز المدينة هو هناك
بيوت هي لمسلمين، هناك أحياء هي لمسلمين، ولكن يعني يغلب عليها الطابع العمراني المسيحي. مدينة دهوك يعني عبر التاريخ توصف بأنها يعني في السابق ربما كانت يعني مدينة تقطنها المسيحيين، يقطنها مسيحيين. الطقوسنا يعني في دهوك ربما لا أستطيع أن أضيف شيئا على ما قاله الزملاء الآخرين في باقي المدن، لكن بصورة عامة هناك احتفالات بأعياد الميلاد، يعني كل شيء على ما يرام. كما قلت لك عدد المسيحيين هو 5% من نسبة السكان، ولا يوجد تناقص، ويعني هناك العيد هو في دهوك، حتى هناك من المسلمين يشاركون المسيحيين في هذه الأعياد. هي فسيفساء هنا في دهوك كما قلت لك، بالإضافة إلى باقي مدن كردستان، وهي صورة تجسد في الحقيقة صورة من صور التعايش السلمي هنا في كردستان. نعم غسان، كيف هي مشاركة المسلمين في أعياد المسيحيين في مدينة دهوك؟ نعم، في الحقيقة يعني المحلات التي تبيع أشجار الزينة هي ليست محلات لمسيحيين بطبيعة الحال، هي محلات لمسلمين، وأيضا هناك محلات لمسيحيين. أيضا يعني ترين الزينة مثلا في المجمعات التجارية في المولات، هناك الزينة وضعت، هناك شجرة كبيرة وضعت في أحد المولات الكبيرة هنا في دهوك بانتظار رأس السنة، وهناك يعني مشاركة واسعة، يعني شيئا فشيئا سنة بعد أخرى يتحول هذا العيد يعني إلى أنه لا تستطيعين أن تميزين بين المحتفلين لامتزاج للامتزاج، ويعني أصبح الطقس ومع انتشار السوشيال ميديا وتبادل الأعياد أصبح يعني هذا العيد إلى حد ما هو عيد مشترك، وبالتالي يمكن أن نقول بأن يعني هناك مشاركة واسعة من كل الديانتين في المشاركة بهذا العيد. أيضا يعني هناك الأيزيديين يشاركون المسيحيين في هذا العيد، هناك الديانات الرئيسية الثلاثة هنا في دهوك المسيحية والإسلام والأيزيدية يعني متشاركون في هذه الفسيفاء هنا في مدينة دهوك، وفي الحقيقة هذه ليست خاصية لمدينة دهوك بقدر ما هي يعني صفة مميزة لكردستان. نعم غسان، بما أنه مدينة دهوك هي قريبة عن سهل نينوى، وفي هجمات داعش على هذه المدينة قامت أعداد كثيرة بالنزوح إلى مدينة دهوك وخاصة المسيحيين، كيف هي مشاركة النازحين المسيحيين في مدينة دهوك بهذه المناسبة، وأيضا كيف هي تعامل المؤسسات الحكومية مع النازحين المسيحيين الموجودين في مدينة دهوك وهم أصلا من مدينة نينوى؟ نعم، يعني ربما أكبر تعامل يمكن أن يوصف مع هذا العيد أنه هو غدا بالأساس هو عطلة، وبالتالي من أعلى مستوى أن يتم تحديد هذا اليوم كيوم عطلة، بمعنى أنه ذلك هناك يعني مشاركة على مستوى واسع في هذا العيد. شيلان نينوى وهنا دهوك، وبينهم هو سهل نينوى، هذا السهل نينوى يغلب هو يعني ذا طبيعة سكانية مسيحية، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المسيحيين هم حلقة الوصل بين دهوك وبين الموصل. الخاصية التي قلت لها لك قبل قليل أن مدينة دهوك تختلف عن باقي المدن بأنها هي يعني متاخمة لسهل نينوى، وبالتالي عندما حصلت الحرب في 2014 وهجوم تنظيم داعش كل المسيحيين نزحوا هنا إلى مدينة دهوك، وبالتالي يمكن أن نقول بأن مدينة دهوك هي حاضنة للمسيحيين يعني جغرافيا بسبب قربها من سهل نينوى. اليوم كان لنا مقابلة مع مديرة ناحية القوش، تحدثت عن سهل نينوى وقالت بأن سهل نينوى يعني في القوش تحديدا يعني هناك عودة لمظاهر العيد على خلاف السنوات الثلاث الماضية، هناك يعني شيئا فشيئا بدأ العيد ينتعش، الشوارع ممتلئة بأشجار الزينة، ويعني هناك تحسن في الأوضاع الأمنية، لكن الوضع ليس على ما يرام 100%، ولكن بالمقارنة مع الأعوام السابقة هو أكيد جيد. نعم شكرا غسان من دهوك. والآن ننتقل إلى مراسلنا شيار محمد من مدينة السليمانية. شيار مرحبا بك، صف لنا الأجواء في مدينة السليمانية. نعم، أولا بداية كل عام وأنت بخير وكل مشاهدين زاغروس بخير بهذه الأعياد المجيدة والكريسماس. طبعا الأجواء منذ الصباح الباكر هناك كانت تحضيرات في السليمانية، تحضيرات في هنا في كنيسة حيث أقف الآن، كنيسة ماري يوسف في السليمانية، كان هناك تحضيرات منذ الصباح الباكر للقداس الأكبر احتفالا بعيد مولد المسيح عليه السلام. طبعا الأجواء قبل قليل بدأ القداس في داخل الكنيسة، كنا داخل الكنيسة طبعا لحرمة المكان واحترام المكان كمكان ديني مقدس لدى الأخوة المسيحيين
تم عمل هذا المباشر من هنا من أجل عدم الضوضاء على التراتيل الدينية. طبعا الأجواء كما ترين ما يزال هناك أعداد من المواطنين السليمانية من الأخوة المسيحيين يدخلون إلى القداس، هذا يستمر بدأ بالساعة 8 تقريبا ويستمر حتى تقريبا 10:30. للحديث أكثر طبعا حاولنا أن نكون هناك للحديث أكثر بالعربي. أستاذ تحكي؟ مرحبا أستاذ، الله يسلمك. الحديث أكثر عن هذا، طبعا ما يزال أعداد المواطنين كما تشاهدين. كل عام وانت بخير أول شيء. بالنسبة للأعياد اليوم العيد المسيح عليه السلام، ما هي أمنياتك بهذا العيد؟ والله إن شاء الله يعم الخير والأمان على هذا البلد المجروح، وإن شاء الله يا رب تحقق أمنيات كل المواطنين إن شاء الله يا رب. بالنسبة للتعايش السلمي بين الأطياف والمكونات، ممكن توصف لي بإقليم كردستان شلون؟ ممكن توصف لي أمان. والله يعني أنا شفت فرق كبير، يعني فتشي كلش ممتاز، ماكو أي تفرقة بكل الطوائف يعني. بالنسبة أنت من وين حضرتك؟ يعني مسيحيين بصرة. تحياتي أستاذ، طبعا شكرا لك كثير وكل عام وانت بخير، وإن شاء الله يحل السلامة المات على كل. نعم، كما شاهدتي الأجواء باردة نوعا ما في الخارج، لكن الأجواء في داخل الكنيسة حارة بقلوب دافئة ينصتون إلى تراتيل. نعم شيلا. نعم، كيف هي نسبة المشاركة في هذا الجو البارد شيار؟ طبعا شيلان كما قلت لك الأجواء رائعة، إن صدق التعبير أفضل تعبير عنها أنها رائعة. الأجواء كل كانت دافئة بالداخل، هناك نوع من السكينة في الداخل. طبعا منذ قبل الساعتين تقريبا بدأ المواطنون بالتوجه إلى الكنيسة، كما قلت لك في الساعة 8 بالضبط كان هناك بدء بالقداس. الأجواء هناك مشاركة مراقبون وصفنا حسب ما نحن نشاهد أو ما لاحظنا، هناك المئات من المواطنين رغم البرد رغم المطر لا أعرف إن كنت تسمعين صوت الأمطار من ورائي، المطر كثيف هنا في السليمانية منذ 3 ساعات تقريبا المطر متواصل حتى الآن، لكن العادات تأتي احتفالا حاملين رسالة حب رسالة سلام، وهي الرسالة التي تدعي بها أو مثل يعني ترنو إليها الديانة المسيحية، هي رسالة الحب والسلام. نعم، شكرا لك شيار من مدينة السليمانية، ونتمنى لك مشاركة ممتعة. مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى سوران وبالتحديد إلى ديانة مع مراسلنا ريبر عبد الغفار. مرحبا بك ريبر، صف لنا أجواء الأعياد، أعياد الميلاد المجيد بمناسبة ميلاد المسيح. نعم، نعم، مساء الخير شيلان. مساء. أنا الآن في كنيسة مار جورجيس. نعم. في ناحية ديانا، من المقرر أن تقام هنا صلاة عيد ميلاد المسيح، وهي ثاني أكبر أعياد المسيحيين بعد عيد القيامة، ومن المقرر أن يعني يتم أداء صلاة العيد في تمام الساعة 8:30، وبعد ذلك في الساعة 10 يؤدي المسيحيون القداس بهذه المناسبة. في مدينة السوران يؤدي المسيحيون الصلاة في كنيستين، الصلاة القداس في كنيستين، كنيسة مار جورجيس في ناحية ديانا، وكذلك كنيسة مار أوراهم في قرية هوديان. فالمسيحيون اتخذوا كافة استعداداتهم للاحتفال بعيدهم غدا، حيث زينوا بيوتهم بالأضوية وكذلك بأشجار العيد، فهم يعيشون في ناحية ديانا وقرية هوديان منذ عشرات السنين، يعني في أجواء سالمة وحرة وكذلك آمنة مع إخوانهم المسلمين بالطبع، فهم يتبادلون يعني يعيشون معا في ناحية ديانا وفي قرية هوديان، ويشاركون بعضهم البعض في السراء والضراء.
في عيد الأضحى كاميرا زاغروس تي في كانت موجودة في هذه الناحية، ورأينا كيف أن المسيحيون شاركوا إخوانهم المسلمين في عيد الأضحى. وفي هذا يعني في هذا العيد أي عيد المسيحيين أيضا المسلمون اتخذوا استعدادهم للمشاركة في عيد إخوانهم المسيحيين. ومن ناحية أخرى حكومة الإقليم في كردستان وفرت كافة المستلزمات للمسيحيين من الأمن والأمان وكذلك من مستلزمات الكنائس، فهي كما تبني مسجدا وهي تبني كنيسة أيضا وتوفر لها كافة المستلزمات للمسيحيين كي يستطيعوا أن يؤدوا واجباتهم الدينية في أجواء حرة وآمنة وسالمة. نعم. عبد الغفار من سوران، وضياء حمداني من أربيل، شيار محمد من السليمانية، وغسان خضر من دهوك، شكرا لانضمامكم إلينا، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. أهلا بكم من جديد. وجه الرئيس مسعود بارزاني رسالة تهنئة بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام. هذا نصها: بمناسبة حلول أعياد رأس السنة الميلادية وميلاد السيد المسيح عليه السلام، أقدم أحر التبريكات إلى الأخوات والإخوة المسيحيين في كردستان والعراق والعالم أجمع، وأتمنى أن يكون هذه المناسبة المباركة بداية لحياة مليئة بالسلام والأخوة بين الجميع ونهاية للإرهاب والظلم والاستبداد، خصوصا أن الأخوات والإخوة المسيحيين عانوا في السنوات الماضية من ظلم الإرهابيين. نفتخر بأن كردستان بلد التعايش بين كل الأديان والقوميات والمكونات، وبعون الله ستبقى التعايش والأخوة وتتعمق أكثر. أتمنى بأن تستمتعوا وتغذوا عيدكم بالسعادة والسلام. قال الخبير القانوني طارق حرب الاثنين إن قرار المحكمة الاتحادية في عدم دستورية بعض فقرات قانون مجلس النواب لم يلغي الرواتب التقاعدية للنواب. وأوضح حرب أن حكم المحكمة الاتحادية لم يلغي الرواتب التقاعدية للنواب كما أشيع، لأنه لم يمس القانون رقم 9 لسنة 2014 الذي يحدد رواتبهم التقاعدية، وإنما تعلق الحكم بالقانون رقم 13 لسنة 2018 حيث ألغى الامتيازات الخاصة بشرط 50 سنة عمرا والخمسة عشر سنة الخاصة بالرواتب التقاعدية. وأضاف: أي أن الرواتب التقاعدية بصيغتها الحالية وسابقة تبقى مستمرة وبشكلها الذي يتقاضوه النواب الآن. قال قائم مقام شنغال إن القائم مقامية بدأت بتسجيل تزايد ملحوظ لأهالي شنغال العائدين إلى المخيمات، وأضاف أن الوضع الإنساني المتدهور وانعدام الأمن دفعت سكان القضاء بالعودة إلى المخيمات، وناشد الحكومة الاتحادية بالتدخل. هنالك عدد ناس يحاولون الآن العودة بهجرة معاكسة، والآن الانسحاب الأمريكي أيضا خيم بظلالها على هذه المناطق، لأن عدم وجود قوة نظامية صحيحة مسكت الحدود بصورة صحيحة. ولذلك نحن عبر قناة زاغروس نناشد الحكومة الاتحادية أن تسمح للقوات البيشمركة والقوات المشتركة بمسك الأرض بملف الأمن في سجار. كان هنالك توقعات بين المواطنين في مخيمات في هذه المخيمات وفيها تحت هذه الظروف الصعبة والشتاء القارس أن يذهبوا إلى السنجار وتكون هنالك العودة للنازحين واستقرار ولواء لبرنامج الحكومة العراقية. للأسف الحكومة العراقية
لم تقوم بواجباتها الموكلة على عاتقها كما ينبغي من نواحي الاقتصادية والأمنية لاستقرار وإيواء النازحين. ليس في سنجار، في جميع المناطق سهل نينوى. ثم هذا الشيء رفض المواطنين لعدم وجود الأمن والأمان ولعدم وجود الخدمات ولعدم وجود قوانين ولعدم وجود الشرعية في سنجار. هذا هو الشيء الذي منعت وعائق أمام عودة النازحين إلى أهل سنجار. مشاهدينا الكرام، وقفة مع ياسمين والأخبار الاقتصادية. شكرا لك شيلا. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، المزيد من الأخبار في النشرة الاقتصادية. أهلا بكم النشرة الاقتصادية وأبرز العناوين. مجلس الوزراء يحيل النسخة النهائية من موازنة 2019 إلى مجلس النواب بعد تعديلها. العراق والكويت نحو التوافق على الحقول النفطية المشتركة. وإيطاليا تمنح مكافأة مالية لمن يشتري سيارة صديقة للبيئة. أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب الاثنين نسخة معدلة نهائية من مشروع قانون الموازنة العامة ل 2019، وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان إن مجلس الوزراء أحال إلى مجلس النواب نسخة معدلة نهائية من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة، وأضافت أن النسخة المحالة هي الصيغة النهائية لمشروع القانون والتي ستعتمد بدلا من النسخة السابقة، وأكدت أن تعديل فقرات قانون الموازنة يأتي تماشيا مع توجهات الحكومة والوضع الراهن وخدمة لشرائح ومحافظات العراق كافة. وكان مجلس الوزراء قد وجه في وقت سابق بتأليف لجنة برئاسة وزير المالية لتعديل الموازنة. في تقدم كبير بملف حقول النفط المشتركة بين العراق والكويت، هو الأول من نوعه منذ عقود، أعلن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان أن الكويت والعراق اختارا مستشارا لدراسة المناطق النفطية على الحدود بين البلدين، وسيتم تحديد السياسة الإنتاجية بناء على الدراسة، فيما أكد مسؤول حكومي في بغداد أن بلاده عازمة على إنهاء هذا الملف بشكل كامل، وهناك نية مماثلة من الجانب الكويتي. وقال وزير النفط العراقي في تصريح على هامش اجتماع وزارة منظمة أوبك في الكويت الأحد إن الاستشاري سيقوم بدراسة المنطقتين، وبناء على معطيات الدراسة ستتخذ سياسة إنتاجية مجزية للطرفين. ارتفع الذهب الاثنين ليصل أقرب مستوى في 6 أشهر الذي لمسه الأسبوع الماضي، مع استمرار قلق المستثمرين إزاء السياسة الضبابية في الولايات المتحدة وتباطؤ الاقتصاد العالمي. وارتفع الذهب في التعاملات الفورية إلى 0.6% إلى 1263.1 دولار للوقية، وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أوائل يوليو عند 1266.4 دولار للوقية. وصعد الذهب في العقود الأمريكية الأجلة إلى 0.7% إلى 1266.4 دولار للوقية. وتراجعت الأسهم بسبب بوادر عدم الاستقرار السياسي في الولايات المتحدة في وقت يضعف فيه الاقتصاد العالمي، مما عزز الطلب على الذهب بشكل أكبر. أظهر مسح حكومي في دولة قطر ارتفاع عدد المشاركين في القوى العاملة خلال الربع الثالث من العام الجاري إلى
127,000 ليصل إلى 212,000 عامل، في حين بلغ معدل البطالة للقطريين إلى 0.2%. وتشير نتائج مسح القوى العاملة بالعينة الذي نفذه جهاز التخطيط والإحصاء أمس إلى أن نسبة المشاركة الاقتصادية للسكان بلغت 88.3%. وتشير النتائج إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للقطريين بلغ 51.7% من مجموع السكان. انتهت النشرة الاقتصادية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. أهلا بكم من جديد. استضافت مدينة أربيل اجتماعا تقييميا للوضع القانوني لمنظمة المجتمع المدني في إقليم كردستان بهدف مناقشة تطوير التعاون بين تلك المنظمات والجهات الحكومية. بحضور أعضاء من برلمان إقليم كردستان ودائرة المنظمات غير الحكومية ونخبة من نشطاء المجتمع، استضافت مدينة أربيل اجتماع تقييمي للوضع القانوني لمنظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان. كلنا أمل أن يكون المرحلة القادمة، البرلمان الجديد، الحكومة الجديدة، أن تصون هذه العلاقة مع المنظمات، لأن في النهاية منظمات المجتمع المدني هي جزء مهم من المجتمع وهي مكمل لدور الحكومة في حتى في كثير من الأحيان تنفيذ برامج الحكومة. نحاول أيضا في هذه الجلسة أن نركز على موضوع التسجيل الإلكتروني والعلاقة الإلكترونية بين المنظمات والحكومة، وهذا سهل جدا، ليس من الصعب. في كثير من دول العالم الآن تسجيل المنظمات، إرسال التقارير، العلاقة مع الحكومة كلها عن طريق سيستم إلكتروني، والسيستم تقريبا في صدد إنهاء اللمسات الأخيرة، لا يبقى إلا عرضه على الإنترنت وأن يستخدمه المواطنون. اجتماع تضمن أيضا ورشة عمل لمناقشة عدة نقاط تساعد في ترسيخ التعاون بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في الإقليم، وتشجيع تلك المنظمات على الاهتمام بجانب حقوق الإنسان في المجتمع. هناك ثلاث نقاط أساسية: مراجعة قانون رقم 1/2011، أيضا قضية مكننة أو كيفية تحويل أو استفادة من تكنولوجيا للتسجيل المنظمات، لأن دائرة أخطو خطوات ممتازة في هذا الشأن، هذا يسهل كثيرا الأمر، وهي من الدوائر النادرة أو قد ممكن نقول الوحيدة في مسألة مكننة العمل الحكومي، وهذا مطلوب لأن يسهل على الناس بسهولة أنت تصل إلى كل المعلومات وتجري إجراءات المطلوبة في سياق استفادة من التكنولوجيا. ونقطة رقم 3، اللي النقطة الرئيسية، هو تعليمات ديوان الرقابة المالية خاص بمسألة التقارير المالية للمنظمات. اجتماع يسعى إلى تطوير العلاقات بين منظمات المجتمع المدني والسلطات الرسمية في الإقليم لتلعب دورها في التنمية والتوعية والتثقيف في المجتمع. لزاغروس الفضائية، سليل عصام، أربيل. وقع وزير الدفاع الأمريكي المستقيل جيمس ماتيس قرر سحب قوات بلاده من سوريا، في وقت قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد له أنه سيجتث تنظيم داعش الإرهابي من سوريا. ونقلت CNN عن مسؤولين اثنين في وزارة الدفاع أن ماتيس وقع بالفعل على قرار الانسحاب من سوريا، مشيرين إلى أن ماتيس سيترك منصبه في يناير كانون الثاني المقبل. ويتضمن القرار وفقا للمسؤولين معلومات حول كيفية انسحاب الجنود الأمريكيين من سوريا وجدوله الزمني، حيث يرجح أن يبدأ الانسحاب مطلع العام المقبل ومن المتوقع أن يستمر بضعة أسابيع. النبأ الأخير في نشرتنا هذه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة على موقعه الرسمي أن باتريك شناهان نائب جيم ماتيس سيخلفه وزيرا
للدفاع بالوكالة في الأول من يناير كانون الثاني 2019، وذلك في موعد أقرب من المتوقع. وكتب ترامب على تويتر قائلا: يسرني أن أعلن أن نائب وزير الدفاع باتريك شناهان سيتولى وزارة الدفاع بالوكالة اعتبارا من الأول من يناير عام 2019. يأتي ذلك بعدما قدم ماتيس استقالته الخميس على أن تصبح نافذة نهاية شباط احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي القاضي بسحب القوات الأمريكية من سوريا. مشاهدينا الكرام، ختاما هذا تذكير بأبرز ما جاء. مجلس النواب يخفق بالتصويت على وزير الدفاع وانسحابات بعد عرض الفياض. مسرور برزاني للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، كردستان بيتكم وملاذكم الآن. خبير قانوني: قرار المحكمة الاتحادية لم يلغي الرواتب التقاعدية للنواب. وفي شنغال أوضاع إنسانية وأمنية سيئة، وحديث عن هجرة عكسية. زاغروس نيوز دوت نت للمزيد من التفاصيل. كانت معكم شيلان محمد، ونشرة الأخبار انتهت. هذه أحلى تحية من كادر العمل، إلى اللقاء.